بسم الله الرحمن الرحيم. الأعمار بيد الله ولكن خذوا حذركم. تعالوا معا نتحدث مع المهملون في صحتهم، واعلم أن الإنسان المهمل دائما ضع أمامه هذا العنوان الكبير: المهملون هم أول وقود البلاء. المهملون هم أول وقود البلاء. دائما تحدث بعض الناس فيقول لك إيه؟ ربنا بيقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سيبها على الله، سيبها على الله، اللي هيحصل يحصل. فعلا فعلا أينما تكونوا يدرك، دي آية كلنا نؤمن بها، وفعلا الأمور لابد من التوكل على الله. لكن الفهم خلاف ما تقوله أنت، الفهم الصحيح خلاف ما تفهمه أنت. إزاي؟ لأن الفقهاء قالوا التوكل على الله واجب. خد بالك أهو، مش زي ما أنت بتسلمها لله زي ما أنت بتقولها، لا، ده التوكل على الله وتسلمها لله كده ده واجب أساسي، شيء لابد، فرض. الفقهاء بيقولوا كده: التوكل على الله واجب، ولكن يجب معه الأخذ بالأسباب. الفقهاء اللي قالوا كده، أهل الدين، أهل التخصص، قالوا هكذا. الفقهاء يقولون في الموسوعة الفقهية وفي غيرها: التوكل على الله واجب، ولكن يجب معه الأخذ بالأسباب. انظر. طيب وفين أينما تكونوا؟ أيوة فعلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، والمدة مقدر ومكتوب في وقت يعلمه الله، لكن أنت مأمور بأن تأخذ بالأسباب وأن تدفع الشر عن نفسك ولا تكن مهملا. إزاي؟ اسمع معي كده ونوفق بين الآيات والأحاديث ونفهم النموذج الأساسي لنا الذي نقتدي به، اللي هو مين؟ من الذي نقتدي به دائما وأبدا؟ ومن الذي أمرنا القرآن بأن نجعله أمامنا ولنا أسوة حسنة؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة صالحة، يعني نعمل زي مين؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمع كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف. بس الأول نبدأ بالغيبيات الخمس، إن فعلا المدة بيد الله، الموت بيد الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. غيبيات خمس أهي. الغيبيات الخمس دي إحنا مطلوب مننا نحافظ عليها، مطلوب مننا نؤمن بها، مطلوب مننا أن نراعيها في اعتقادنا، لابد، واجبة. لا يعلمها إلا الله، استأثر الله بعلمها. منها إيه؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب قبل أن أدخل في فيما أريد أن أقوله، ألفت لفتة إيمانية خد بالك منها، في ناس كثيرين جدا ما خدوش بالهم منها في هذه الأيام. إيه هي؟ ألم تعلم أننا في هذه الأيام الناس يخافون من السلام على بعضهم وهم محقون، وهم محقون. يعني حتى في طرفة يقولها أحد أحبابنا، يقول واحد إنسان صالح جدا وأحبه في الله، يقول واحد صديقي متدين بمد إيدي عشان أسلم عليه، فواجهني بعبارة يقول فيها: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يا سلام، يعني إيه الفقه ده؟ إيه الفقه القرآني الجميل ده؟ يعني أنت لو مديت إيدك لي عشان تسلم علي وقد تكون حاملا للفيروس، وساعتها نتعاطى شيئا من الخطأ بأنك أنت هتمد إيدك لي وممكن أعديك أو تعديني، انت لو بدأتني ومديت ايدك ليا في الظروف دي بس، مش في كل الاوقات، لا، في الظروف دي بس، في هذه الاثناء فقط، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. انا مش همد لك ايدي عشان اسلم عليك، لاني ممكن انقل لك العدوى او انت تنقل لي الايه؟ العدوى. ايه الفهم الجميل ده؟ فهم جميل.
شوف بيمد ايده يسلم عليه، فقال: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. انظر اهو. طيب الناس النهارده بتخاف تسلم على بعض وبتركب بجوار بعض في المواصلات يتأففون، كل واحد اول ما التاني اول ما يشعر انه بيتنحنح كده فقط، مش يكح، يتنحنح فقط، تجده قد اعطاه ثلثي ظهره هكذا، وينظر إليه شزرا من طرف عينه هنا وهناك، ويتمنى أن يصل مسرعا حتى لا يحدث له ما يخاف منه. طيب ده لأن احنا في شيء محتمل، فيه موت محتمل، مش موت مؤكد، ده موت محتمل. طيب ساعتها مش تقول الحمد لله لأن الله أخفى عنا موعد موتنا؟ يعني انت بتطلع الصبح، كل الناس بتطلع اشغالها الصبح في الاوقات العادية، ومنهم من كتب له الا يرجع، ومنهم من كتب له ان يرجع ويعيش عمرا مديدا. اللي مكتوب له مش هيرجع ده، وهيكون موته في نفس اليوم وفي نفس الخروج التي خرج فيها بلا اوبئة ولا موت محتمل ولا اي شيء. لو يعرف بالله عليك كان راح؟ ابدا. لو يعرف والله ما هيحط خطوة في الأرض وهيقبع في بيته لا يتحرك. الناس النهاردة للخوف المحتمل، للخوف المحتمل، لا العالم كله، الكرة الأرضية عن بكرة أبيها لا تخرج من بيوتها لتوقع موت محتمل. فما بالك لو ربنا أعطى كل واحد مننا تاريخ وفاته، اليوم والساعة واللحظة اللي هيموت فيها؟ كان حد طلع من البيت؟ أبدا والله، ما كانش هيطلع إلا اللي لسه بدري، لسه في عمره 10 سنين هيطلع يعربد في الأرض، لأنه لسه أمامه الفرصة ويتوب، يعربد في الناس ويتوب بعد ذلك، هو عرف الميعاد بتاعه. لكن اللي ميعاده قريب والله ما هيطلع. فساعتها نقول يا ربي لك الحمد والشكر أن أخفيت عنا موعد الموت. وممكن واحد طالع وخايف، محتمل بالنسبة له، ويموت في حادث سيارة، في شيء تاني خالص، تبلو حادث سيارة. إذن نحن نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، جناحين لا غنى، ما ينفعش نطير بواحد منهم بس، جناحين للحياة، التوكل على الله والأخذ بالأسباب هما جناحان لهذه الحياة، لا تطير بأحدهم. المهبل اللي يقول لك أنا متوكل على الله ويرمي نفسه في وسط التهلكة، ده غلط، ده مخالف لله، هيحاسب بين يدي الله على هذا الإهمال، سيحاسب على هذا الإهمال بين يدي الله. طب واللي هو بياخد بالأسباب بس ملوش دعوة بربنا؟ لا، ربنا ملوش دعوة، لا لا، ده يحاسب أيضا، لأنه مش مؤمن بمين؟ برب الكون الذي يرسل رسائل توقظ البشر. يبقى في هذه الأثناء وفي ظروف الموت المحتمل نقول يا ربي لك الحمد والشكر إنك أنعمت علينا بنعمة أنك أخفيت عنا موعد الموت. موعد الموت، الشعراوي يقول لك: وما أخفاه عنا إلا لنتيقن بوقوعه في كل لحظة، نكون متوقعين. فنخاف من ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يعربد في الناس ويعيث في الأرض فسادا هو مش عارف هيموت امتى، فيمتنع عن هذا الإفساد. والخواف جدا اللي مش عايز يخرج وخايف من الموت، الموت بالنسبة له شيء فظيع، فمش عايز يحرك قدم خوفا من الموت، هو مش عارف هيموت امتى، فبيخرج عادي، الأمر عادي. لكن في مثل هذه الأوبئة نقول: خذوا حذركم، خذوا حذركم، ابتعد، ابتعد عن كل شيء يصيبك بمكروه، لا عن نفسك فقط، ولكن عن باقي أسرتك، عن باقي مجتمعك، عن كل إنسان أنت قد تؤذيه أو تؤذى منه. المعروف حينما يعلق بيد إنسان كل أمله، رغم أنه مش عاقل، لكن هنتخيل أنه عاقل، كل أمله أن تقرب يدك من وجهك، من أنفك، من فمك. ليه؟ لكي يذهب إلى المكان الذي يستمتع بالغذاء عليه، وهو الرئتين، هي جنته، الرئتين هما جنته، يذهب يعيش فيها فسادا، يتمتع، هما الجنة بتاعته، هي جنته. فهو بيكون منتظر بس أنك تضع يدك على إيه؟
على أنفك أو وجهك إذا انتقل والعياذ بالله لأحد. فأنت لماذا تعطيه هذه الفرصة؟ لماذا تعطيه هذه الفرصة؟ يبقى ذكرنا أن فيه غيبيات خمس إحنا مؤمنين بها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض إيه تموت. ماشي، خبأ الله عنا هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وإحنا مؤمنين أن ما أراده الله لنا لم يكن ليخطئنا مهما كنا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. معك وضعنا هذا الجناح الأول، الإيمان بأن ما كتبه الله كائن لا محالة. لو اجتمعت الأمة على أن، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إيه لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كتب المقدر وانتهى الأمر، كتب المقدر وانتهى الإيه الأمر. لكن يجب علينا أيضا الأخذ بالإيه بالأسباب. إيه الدليل؟ الدليل أو كلام الفقهاء بيقول لك إذا كان التوكل على الله واجب فإن الأخذ بالأسباب معه أوجب. طيب وإيه تاني؟ ورد أيضا أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من الأعراب بيسأل النبي: يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل؟ سيب الناقة كده حبلها على ظهرها وأتوكل على الله، طالما ربنا كاتب إنها لن تسرق لن تسرق، لن تضيع لن تضيع، أرسل ناقتي وأتوكل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نحفظ هذه الكلمة: اعقلها وتوكل، يعني اربطها وبعدين توكل. يعني الأسباب هو الجناح، والجناح الثاني التوكل على الله. هي الحياة كده بجناحين، أحدهما التوكل على الله والآخر الأخذ بالإيه الأسباب. شوف النبي قال له إيه؟ اعقلها وتوكل. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الإيه الألباني. إذن ما تمشيش مهمل وتقول أنا متوكل على الله، يا عم سيبها على الله، اللي من نصيبنا هيصيبنا. لا، خذ بالأسباب. الرسول اللي انت مؤمن به طلب منك الأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن تناول الدواء والبعد عن العدوى والبعد عن أماكن انتقال الأوبئة الفتاكة لا يتنافى أبدا مع التوكل على الله. بدليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه الترمذي. يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. قلنا رواه الإيه الترمذي. الإمام الشافعي بقمة الفهم، إمام الفقهاء الإمام الشافعي الفتى القرشي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وارضاه، ماذا كان يقول؟ كان يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. الشافعي بيقول إيه؟ لا أعلم علما بعد الحلال والحرام، يعني بعد علم الحلال والحرام، أنبل من الطب. يبقى إذا قال الأطباء فلنسمع كلامهم، لأنه علم نبيل، علم عظيم، علم مطلوب. علمين أهم علمين في الحياة: علم الأديان وعلم الأبدان. علم الأديان وعلم الأبدان، علم الأديان لأن الدين هو حياة الروح، وعلم الأبدان لأن الطب هو سلامة الأبدان التي تستقر فيها الأرواح. إذن لابد أن نفهم هذا جيدا. وقلنا سابقا أن يعني بين قوسين كده المهملون هم أول وقود البلاء، المهملون هم أول وقود البلاء. فعلينا أن نفهم هذا جيدا وأن نعيه وأن نتوكل على الله. وبعدين خد بالك الإنسان المهمل ده، نذكره بشيء، في شيء في الدين اسمه الضرورات الخمس أو الكليات الخمس أوجب الإسلام المحافظة عليها. أمانة عندك لابد أن تحافظ عليها. إيه هي؟ حفظ الإيه؟ الدين والنفس والنسل أو العرض والعقل والمال. الخمسة دول اسمهم الكليات الخمس أو الضرورات الضروريات الخمس، لابد لك من أن تحافظ عليهم. الدين يوجب عليك المحافظة على
الدين دينك ونفسك وعرضك ونسلك، واحد دي العرض أو النسل واحد، وإيه تاني؟ والعقل والمال، الكليات الخمس لابد من المحافظة عليها، أمانة عندك لابد واجب المحافظة عليها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يقي الجميع وأن يرزق الجميع الفهم، لأن الذين يعني يتوكلون بلا فهم وبإهمال خالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني الإمام الشافعي بيقول لو نظرني ألف عالم لغلبته ولو نظرني جاهل واحد لغلبني. والله بتسمع كلام من ناس يعني عقولها في أقفيتها، نسأل الله أن يرزقهم الفهم، وهم دول اللي بيؤذوا البشرية، هم هؤلاء هم الذين يخرقون السفينة، يخرقون السفينة. نسأل الله عز وجل، والنبي بيقول كده، الذين يخرقون السفينة لابد من الأخذ عليه على أيديهم، النبي بيقول كده: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يعني بدل ما نطلع وننزل نطلع وننزل نتعب من فوقنا، ما نخرق خرق في السفينة يطلع المية ناخد ونستفيد من غير ما نتعب الذين في الدور الأعلى. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن أخذوا فإن تركوهم وما أرادوا نجوا ونجوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ده النبي بيضرب لنا مثال صلى الله عليه وسلم بالمجتمع، فيه ناس بتهدم المجتمع وناس هي القائمة على بنيان المجتمع. لو اللي بيبني ده ساب اللي بيهدم يهدم، عمر المجتمع ما يقوم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا في أبنائنا وفي أرواحنا وفي أنفسنا وفي كل شيء يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.